بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. أيها الأحبة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس ومن شر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر مع حسن العمل علامة على خير هذا الإنسان، لأنه يزداد بطول العمر طاعة لله سبحانه وتعالى، ويزداد إن كان محسناً، ويستعتب إن كان مسيئاً. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من قبيلة بلي، قبيلة معروفة قرب المدينة، أسلما جميعاً، وكان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر، ثم إنه جاهد في سبيل الله فقتل، وبقي صاحبه بعده سنة ثم توفي. ثم رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رؤيا في المنام أنه بباب الجنة ومعه هذين الرجلين، فخرج خارج من الجنة ثم دعا الذي توفي آخرا فأدخله الجنة، ثم خرج ودعا الذي توفي أولا ثم أدخله الجنة، ثم خرج وقال لطلحة: أما أنت فلم يحن بعد، يعني لم يأتي وقت دخولك الجنة. فحدث طلحة رضي الله عنه بهذه الرؤيا، فتعجب الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ قالوا: نعجب من هذا الذي كان مجتهدا في الطاعة وفي العبادة، ثم توفي صاحبه بعده ودخل الجنة قبله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان؟ قالوا: بلى. قال: وصلى لله وسجد؟ قالوا: بلى. قال: ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فإن طول العمر فيه إدراك لمواسم الخيرات، مثل هذا الموسم، موسم رمضان، والعبد يجتهد في طاعة الله في مواسم الخير. وبعض الناس قد يقصر أو يؤدي الواجبات ويكف عن المحرمات، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن العباد المصطفين على ثلاثة أنواع، فقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابق للخيرات هو الذي يفعل الطاعات والمستحبات، ويترك فضول المباحات، ويترك المحرمات، ويترك المكروهات. وكيف يعرف هذا؟ إنما هو بالعلم وبالاجتهاد فيه. فإن العبادة تفضل كما يفضل العمل بما يوافق هذه العبادة من الخشية لله سبحانه وتعالى، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في هذه العبادة. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علم الإنسان الأحكام الشرعية والمقاصد العلم، وقل حظه من الإخلاص، وقل حظه من الخشية. وسأذكر بعض معالم التوحيد والإيمان التي يزداد بها الإنسان علما ويقينا بالله سبحانه وتعالى، وتزيده بإذن الله سبحانه جل وعلا، تزيده إيمانا، وتزيده إخلاصا، وتزيده تعبدا في هذه العبادة التي هي الصيام. وأذكر غير مرتبة، لكن يعني حسب
ما يقتضيه المقام. أولاً توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، فهو الخالق المالك المتصرف جل وعلا. هذا الهلال إذا رؤي ثبت به دخول الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث وفيه ضعف أنه إذا رأى الهلال قال ربي وربك الله، يعني المتصرف في وفيك هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال سبحانه في آية أخرى وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا التقدير لهذا القمر هو دليل وبرهان على تفرد الله سبحانه وتعالى في الملك والتصرف. ولا أحد من الناس، بل لو اجتمع كل الناس على أن يتصرفوا في هذا الهلال في تقديمه أو تأخيره ولو لدقيقة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا دليل على إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية. أما الألوهية، إفراده جل وعلا بالألوهية وأن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الصيام عبادة، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى، لا يتركه من أجل الناس أو من أجل فلان أو من أجل الدنيا، إنما يتركه لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا صرف هذه العبادة التي هي الصيام لغير الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى أو أشرك. ثم الدعاء في الصيام، وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر هذه الآية ضمن آيات الصيام، فدل على أن الدعاء عبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى بها مما يجب على المسلم. مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هذا باب واسع، فإن تصرف الله عز وجل في هذا الكون مبني على الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، ومبني على العلم، والله سبحانه وتعالى عليم، ومبني على القدرة، والله سبحانه وتعالى قدير، ومبني على الرحمة، والله سبحانه وتعالى رحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه لما ذكر آيات الصيام وإجاب الصيام والرخصة للمسافر والمريض بالفطر قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أوجب علينا هذا الصيام حتى تكفر به السيئات وترفع به الدرجات. ولو تأمل الإنسان في حاله ما بين رمضان الماضي ورمضان الحالي، كم صام الإنسان من يوم مع أنه مر عليه الجو البارد والوقت القصير، لكن لما لم يكن الصيام واجبا لم يصم، فأوجب الله سبحانه وتعالى هذا الصيام رحمة بالعبد. فإن الصيام جنة يستجن بها عن النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، ومن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي صوم إيمانا واحتسابا تكفر عنه، يغفر له ما قدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف نصف ساعة أو ساعة كتب له قيام ليلة. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وفي أول ليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وأن مردة الشياطين والشياطين تصفد أو المردة في رواية، وأنه يقال لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو أخذنا نعدد في رحمة الله جل وعلا في شهر رمضان لطال المقام.
أيضا مما يتعلق بمعالم التوحيد والإيمان الإيمان باليوم الآخر، وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن لهما أبواب، فالجنة لها أبواب والنار لها أبواب، وأن في رمضان تفتح أبواب الجنة وفي رمضان تغلق أبواب النار، وأن في الجنة باب يسمى باب الريان. وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة أن الله عز وجل لم يسمه باب الصيام كما سمى الأبواب الأخرى، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، لأن الصيام فيه جوع وعطش، أما باب الريان يعني حتى المسمى فيه نعيم، ريان يعني كأن الإنسان ارتوى وشبع من هذا في دخوله من خلال هذا الباب. ومما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، واللقاء يدل على الرؤية، فهذا دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. أيضا مما يتعلق بمسائل الإيمان أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأن الله تكلم به، وأن الله يتكلم ولا يزال متكلما جل وعلا، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله يعني في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا مما يتعلق بمسائل الإيمان الإيمان بالرسل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن دعوة الرسل واحدة ولكن شرائعهم شتى، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فدعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لكن الشرائع هي شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الله تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مكتوب علينا ومكتوب على الأمم قبلنا. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالرسل أن رؤيا الأنبياء حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في الرؤيا في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقع كما أيضا مما يتعلق بالإيمان بالرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص خاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لأحد الناس. لذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يواصل في رمضان يعني يواصل الصيام اليوم واليومين، طلب الصحابة رضي الله عنهم منه أن يواصلوا مثل وصاله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي. معالم الإيمان والتوحيد الإيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، ومن وظائفهم أنهم يتنزلون في ليلة القدر كما سمعنا في قراءة إمامنا وفقه الله. وأيضا أن جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر، فإن ليلة القدر سميت بذلك قيل لشرفها ومكانتها وعظمها، وقيل لأن ليلة القدر يقدر فيها التقدير السنوي، فالتقدير 4 أنواع: التقدير العام الذي هو عام لجميع المخلوقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم التقدير العمري لكل شخص، إذا كان في جنين في بطن أمه بعد مضي 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أو سعيد. وفي ليلة القدر
يفرق فيها كل أمر حكيم، فهي التقدير السنوي، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن. أيضا مما يتعلق بمعالم الدين مخالفة أهل الكتاب في هذا الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإن أكلة السحر فيها بركة وفيها قوة وفيها نشاط، لكن استحضر وأنت تتسحر أنك تخالف أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، وإن أكلوا الطعام يأكلونه قبل وقت السحر. كذلك تعجيل الفطر، فإن تعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم ويشابههم الرافضة، ويقول ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويقول عليه الصلاة والسلام: انتبهوا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الناس الفطر. فإذا غربت الشمس أفطر، لا تنتظر حتى يتأخر الوقت وتشابه أهل الكتاب أو أهل البدع. وفي هذا مفارقة أهل الإسلام لأهل الكتاب، ومفارقة أهل السنة لأهل البدع. أيضا مما يتعلق بمسائل العلم، معالم الإيمان والتوحيد، أن الله سبحانه وتعالى أخبر بفضله ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى يكفر السيئات. هذه مسألة مهمة، فإن أهل البدع يرون تكفير مرتكب الكبيرة، ولذلك أهل السنة يخالفون في هذه المسألة، بل أهل البدع يخالفون أهل السنة في هذه المسألة. فإن أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله وتحت الوعيد، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذا تكفير للسيئات، وأيضا فيه الشفاعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وأهل البدع لا يرون تكفير الكبائر ولا يرون الشفاعة، وهذه مسألة مهمة يخالف فيها الخوارج الذين يكفرون بمرتكب الكبيرة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بمعالم التوحيد والإيمان، ينبغي على المسلم أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يعتني بها حتى يحقق الدرجة العليا في هذا الصيام، فإنه بقدر معرفتك بهذه الأحكام وهذه المسائل تزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.